وصلنا لفقرتنا الأخيرة ورح نروح إلى عالم الجمال ورح نحكي اليوم عن التصبغات الجلدية. كثير منا وخاصة بفصل الصيف بيصير عنده تصبغات بالجلد. خلينا بالبداية نعرف شو أسبابها وشو علاجها وأيضا كيف فينا نحن نبتعد عن التصبغات الجلدية مع أخصائية البشرة جيهان إدريس. صباح الخير حبيبتي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. تسلمي لي، شكرا كثير على الاستضافة اللطيفة. أهلا وسهلا فيك جيهان. بداية يعني نحن بفصل الصيف كتير بنتعرض لعوامل خارجية، سواء كان شمس أو أحيانا مية مسبح وكلور. ليا كثير بنحب نروح على المسبح، ليا من عشاق كلنا بنحب المسبح. سألوني لي. يعني حضرتك كمان انت بتعرفي هدول العوامل قديش هي لها اثر على البشره. امبارح ليا كانت كل جسمها محسس كمان نتيجه عوامل خارجيه مثل القرص، فهون بدنا نستفيد هيك من خبرتك شوي عن الجلد، شو الاثار الخارجيه على الجلد. هلا بالبدايه بدنا نعرف عن التصبغات شو هي. هي عباره عن ميلانين، فرط زياده بالجلد. هو الميلانين عبارة عن مادة بيعطي لون للبشرة ودرجة لون، بس وقت نتعرض لعوامل خارجية بصير بصراحة شيء مزعج. يعني في عنا أسباب كتير للتصبغات، إشعة الشمس هاي الشكل الرئيسي، في عنا كلف بسبب الحمل والولادة وهذا الشيء بيأثر بهرمونات الجسم بيزيد من التصبغات. في عنا أسباب خارجية للجلد اللي هي شيء خارج عن إرادتنا، حب شباب بيعمل تصبغ، كدمة بتعمل لك تصبغ، ممكن ندبة بتعمل لك تصبغ، يعني عنا أسباب كثيرة. تماما. خلينا نحكي كيف فينا نعالج التصبغات بشيء طبيعي، بشيء موجود عنا بالبيت بالمطبخ، كيف فينا نعالج التصبغات؟ هلا بالنسبة في عنا علاجات كثيرة، إذا بتحبي من فندون بعدين بعطيك الحل تبع البيت. هلا في عنا علاجات بالتقشير، في عنا تقشير كيميكال، عنا تقشير ليزري، عنا تقشير كريستال، وفي عنا كمان علاجات ثانية عبارة عن كريمات للتصبغات، كريمات في تركيبتها فيتامينات، لانه هو بصراحه يعني غير انه هو زياده فرط الميلانين بس هو نقص فيتامينات. نحن بنجيب هذا الفيتامين الناقص وبنرجع بنحقنه او بنحطه عبر كريمات. نعم. او ماسكات. هلا مثل ما قلت لي شغلات بالبيت، هلا فينا نعمل شغله كثير كثير بتلاقيها بالبيت، هو رب بندوره يعني. هو رب البندوره عن جد. خلينا بس عن جد نوضحه، رب البندوره متواجد وما له غالي لي عن جد. بس ليكي احنا بنستعمله بطريقه صح، يعني مو انه نحط احنا نحط رب البندوره ونطلع على الشمس مباشره. هو رب البندوره بيعمل مثل تقشير خفيف في البيت، سكراب منزلي. ايوه سكراب منزلي. بنرجع بعد ما نحطه مثلا ونشيله بدنا نحط شيء بانتينول، شيء مرمم، شيء مغذي بعد منه. احنا بس نقيم هاي الطبقه اللي بتكون على البشره. هلا في عندنا كمان جل الاوليفيرا كمان، يعني هذا فيك تلاقيه صبارة لك وراكي. يعني جل الاوليفيرا، الشاي الاخضر كمان فينا، وكمان فينا نلاقي حلول داخليه، يعني غير انه احنا نحط كريمات نحط نلاقي شيء حلول داخليه نحن ناكلها نشربها. ناكل خضروات، الخضروات الخضراء داكنه اللون، سبانخ، خس، خيار، كل شيء لونه اخضر. عندنا كمان الفواكه المايله للبرتقالي والاصفر، يعني برتقال، ليمون، تفاح، موز، كل شيء فواكه فيها فيتامينات. فينا انه نحل هاي المشاكل فيها. وعبارة كمان عن أكلنا، يعني طبيعة أكلنا صحيح. يعني بعد يعني جيهان أيضا خلينا نحكي عن الليزر في علاج تصبغات الجلد. هلأ الموضة صاير شو اسمه، الفراكشنال هاي اللي بيحرق وبيصير الطبقة. أنا من تجربتي الشخصية ما بنصح بالفراكشنال، خاصة إذا كان الفراكشنال حراري. يعني نحن المشكلة سببها الحرارة، نحن تعرضنا للشمس إن احترقنا صار عنا تصبغ. عم انت تجيبي هذا الجهاز اللي هو الفراكشنال له يعني منحل مشاكل تانية فيه بس مو للتصبغات بصراحة. نعم. يعني منتابع بالصور اللي عم نشوفها على الشاشة تصبغات جلد وبأعمار مختلفة. خلينا نحكي إن كان بعمر صغير بيفرق العلاج إن كان بعمر كبير؟ هلا طبعا وقت يكون عندنا العمر صغير غير وقت يكون عندنا العمر كبير، لأنه العمر الصغير طبعا بتعرفي أنت بتكون يعني نشاط وحيوية بالجلد غير وقت يكون العمر كبير ومترهل وتعبان. يعني هلا بتجيكي ستات كبيرة بالعمر كثير بتكون تلاقي صدرها تصبغات، إيديها تصبغات، شوي صعب لأنه حيكون العلاج طويل الأمد.
عرفتي؟ وهو كنا عم نحكي بدنا نحكي عن شغله انه العلاج لهي القصص لازم يكون عم بسمعك اكيد. يمكن عم بتطلع بليا انه نحن كثير بنعمل عادات خاطئه وخاصه انه نحن بنروح دغري للحرق يعني. ليكي بالنسبه للعلاجات لازم كثير تطولي بالك لانه فكره التصبغات بدها طوله وقت. يعني بدنا اقل شيء 4 شهور. هلا بتجيني مريضه بدها تعالج نفسها بدها خلال جلسه او جلستين او كريم انه هي خلص تخلص من المشكله. المشكله ابدا كثير صعبه يعني ما لها سهله نهائيا. بدها طوله بال بدك يعني 4 شهور لنخلص من المشكله. نعم. تمام. لكن حكينا كثير عن نقاط كثيرة عن التصبغات، ولكن خلينا نتطرق لموضوع كثير مهم وهو أخذ اللون من الشمس من المسابح ومن البحر ووضع مواد أشكال وألوان على الجلد. نعم. وأحيانا هاي المواد ممكن تعمل تصبغات يمكن طبعا. تكون ضارة ويمكن ما نستفيد منها، وخاصة هي اللي بتكون أكثر تجارية بأمبلا علاجات تجارية لحتى ترغب العالم انه يشتروها حتى لو كانت باسعار غالية كثير. خلينا نحكي شو هو الشيء يلي ممكن يعطي لون لبشرتنا او جلدنا، واذا في خلطات شو لازم نبتعد عن شو، لازم يكون عندنا هاي المعرفة. هلا مثل ما قلتي لازم نبتعد عن كل الاشياء التجارية. انا اللي بنصح فيه هو الزيت الجونسون، واذا حطينا زيت الجونسون ما نقعد بالشمس لفترات طويله، انه انا ما بدي اخذ لون بجلسه واحده. هلا بتروح واحده على المسبح بدها تقعد بيوم واحد تاخذ لون، هذا كثير غلط لانه نحن ما نقعد بالشمس فترات طويله. ويفضل اذا بتاخذي لون تاخذي بفتره الظهر يعني بين 11 و 12، ما تعدي للساعه 1 و2 و3 تكون الشمس كثير قويه، اكيد حتضرك وحتعمل لك تصبغات انت بغنى عنها. نعم. يعني حاولي وقد ما قدرتي يعني اللي بيقعدوا على المسابح لا ياخذوا لون، ما يخلوا الشمس على وجههم، يعني اذا حابين ياخذوا اللون على الوهج على الوهج لحاله الوش بيعطي هيك سمار كثير حلو ورايق بدون ما تحطي وشك بالشمس وجسمك، لانك حتفوتي بمشكله وبمتاهه طويله بصراحه. واقيات الشمس شيهان خلينا نحكي عنها، وكل قديش لازم نحن نبدلها خاصه هلا بفتره بحر ومسبح، فواقيات الشمس ضروريه للوجه، واحيانا بحطوهم الصبايا شفتهم على اصابع ايديهم واصابع اجريهم. عن جد؟ ايه فعلا. ليكي بالنسبه للواقيات الشمس بالنسبة للواقي أنا كثير بحبه وبنصح دائما إنه ما تطلع الصبية بدون ما تحط واقي، بس الفكرة أول شيء إنه ما تسترخص بنوع الواقي، هي الفكرة الأولى والأساسية. الفكرة الثانية إنه نحن نحط الواقي، وكثير ناس وكثير بجوز هلا دكاترة يطلعوا فيني، شو النصيحة؟ نصيحة كثير حتتقبلوها إنك أنت حطي الواقي ومسحيه. بتقولي ليش لحطه وامسحه؟ حطي الواقي ربع ساعة قبل ما تطلعي على الشمس أنتي، خلي بشرتك تمتصه ترتاح له، امسحي كل شيء زايد وطلعي على الشمس. وفعلا نمسحه بمحرمة جافة ولا محرمة مبللة بشوية مي شوية مية ورد، امسحي امسحي كلياته للواقي، حطي الميك اب تبعك وطلعي. قليلي ليش؟ لأنه كثير أحيانا بتطلعي أنتي وحاطة الواقي بترجعي على البيت وشك محروق أكثر، كله عرق وملطع لأنه أحيانا بتعرق بيروح عم يعطي على زراء تلاقي وشك زرق 100%. عرفتي؟ هذا نتيجة نحن لأنه البشرة بتمتص بس اللي بدها إياه، كل شيء زايد بتفاعل مع الشمس وبيعطيكي مردود. طيب كل قد إيه لازم نحط الواقي؟ يعني إذا مثلا نحن من 7 الصبح لآخر الليل لازم نجدده بعد قد إيه؟ لازم أقل شيء كل 3 ساعات تجددي الواقي، وقت تجددي الواقي نفس الفكرة إنك أنت أنا رح أقعد على جنب بعيد عن الشمس. هلا في ناس حكم شغلهم مهندسين شغلهم بالشمس يعني ما حيقدروا كل شوي يقعدوا ويجددوا، نقول لهم لازم تجددوا بس تعدوا شوي بالفي، يعني تعدوا شوي بالفي ربع ساعة تمتصى بشرتك تمسحيه وطلعي. ونصيحة كثير رح تدولي عليها وعلى الأصابع اللي قالت عليهم سالي. ايه الفكرة انه بكل الجسم حتى في يمكن لأنه ليا الجلد هون رقيق. ما بعرف أنا شفت صبايا كثير وسألت الجلد هون رقيق فبيسود فبيحافظوا هون جلد الرقيق الأصابع هي جلد كل الأماكن اللي بتنتنى عنا قابلة لأنه تسود، عندك الأماكن هاي هون. الأكواع الركب حتى يعني اماكن كثير كل شيء اماكن متنيه هي قابله لانه تسود مشان هيك لازم يعني انه طيب هون شو لازم نحط لها مثلا؟ في كثير كواع بتكون لونها اسود، كمان مفاصل بيكون لونها اسود بيقولوا فركيه بالليمون او هيك. خلينا هو الليمون مثل ما حكينا من شوي انه الليمون والبرتقان هن لانه فيهم فيتامين سي بغذي. الناس تفكر انه نحن مشان نقشر، لا نحن هي فكره انه نغذي اكثر ما نحن نقشر.
هي هي الفكره انك تفركي بالليمون وتفركي حتى وقت بدك تفركي تحطي شويه سكر عشان نعمل شويه سكراب يعني انه شويه تقشير مع مغذي. تمام. طيب يعني التقشير بصير بالصيف على الشمس؟ هي هي الفكره انه يعني هلا بنعمل تقشير وبنقطع على الشمس ما بنستفيد شيء. هلا الفكره انه نحن دائما بالعلاجات التصبغات ننصح لفتره الشتاء الربيع الشتاء يعني ما نقرب ابدا على الصيف. اذا قلنا في ناس مضطره انه نحن نعمل بالصيف انه نحن نقشر او بدنا نعتني وحده عروس كذا بدها كثير تلتزم معنا بموضوع انه هي تقعد بالبيت تحت المكيف ما بصير عليها شيء. يعني جيهان يمكن انا كمان غلطت غلطه مثل ما قلتي تقشير بالصيف حطيت مقشر بالصيف ثاني يوم قبل الجلد شو بنعمل بهيدا الحاله يعني انا عن جد امتى ثاني نهار محروقه بدنا نوقف بقى التقشير ونرجع على البانتينول. شو ما نحط مرممات تم مرمم بانتينول مرممات شغلات مغذيه للبشره ونوقف التقشير. بدنا اذا نحن التزمنا بالشيء نبعد عن المسبب الرئيسي اللي هو اشعه الشمس. تمام. نعم. يعني قبل ما نختم مع حضرتك نصائح اخيره بتقدميها لكل السيدات يلي بحبوا يهتموا بجمالهم ويمكن خلينا نركز على شرب المي والمواد الفاكهه والخضار بما انه نحن بلدنا يعني غني بالفواكه والخضار المهمه للبشره. اذا بدي احكي لك عن النصائح يمكن لبكره الصبح ما بخلص بس اعطيكي كام نصيحه على الخفيف انك كتري شرب مي حطي مع المي ليمون اول شيء كمان حبي حالك حبي نفسك وقفي على المرايه استمتعي بجمالك مية ورد خفيف قبل ما تنامي مسحي هالميك اب لا تنامي وانت فيه في الصبح حطي مية ورد ثلج مية رز نصائح كثير ما حنخلص يعني اذا بضل بكره بدي احكي لكم شغلات كثير حلوه اكيد يمكن جيهان قلبي. عن جد يمكن هدول المعلومات اللي قدمت لنا اياها قدرنا نستفيد منها وان شاء الله هيك الصبايا والسيدات وحتى يعني الرجال اللي بيهتموا ببشرتهم في كثير رجال بيهتموا هاي نصائح للرجال وللبنات يعني انا ما عم بعطيها بس يعني ان شاء الله يا رب يمكن ايضا مثل ما ذكرتي شرب الماء هو ضروري كثير للعنايه بالبشره. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم جيهان ادريس اختصاصيه في البشره وان شاء الله يكون وقفات تانية لمواضيع بتخص الجمال. حبيبتي شكرا كثير لكم ويعطيكم العافية. شكرا كثير لك.